برضه ده زي ما احنا شايفين ده كده المنظر بتاع الابدومين والبلفس بتاع نان بريجننت فيميل، فيميل مش حامل. زي ما احنا شايفين هو جايب شويه مكونات هنا زي اليورينري بلادر، زي اليوترس، زي الفاجينا، وهنا اللارج انتستن والليفر. بعد شويه طبعا بيبقى فيه حمل زي ما احنا شايفين كده، ادي اليوترس او الرحم. طبعا شايف انت، بص ده اليوترس الصغير ده، شوف كبر ازاي، ادي ليه اليوترس او الرحم كبر طبعا على حساب كل من الابدومينال كافيتي. واخد بالك بدا ان هو يضغط على، شايف انت الانتستن انضغطت ازاي لفوق، واخد بالك شايف منظر الانتستن انضغطت ازاي لفوق وهكذا. وبرده الديافرام بمناسبه برده بتطلع، تبقى في حاجه زي ما تكون طابقه على نفس الام دايما. عندك هنا ادي الايه اليوترس او الرحم، هو ادي الجنين. طيب بص بقى كده عشان تبقى انت فاهم، بس الايه الامبيليكال كورد، انت عندك هنا في اللي هو البنك ده، ده الجدار بتاع اليوترس او الرحم. الشراشير الزرقاء ديت دي البلاسنتا. خلاص تعالى بص كده الناحيه الثانيه، ده اليوترس او الجدار بتاع الرحم، وهنا ادي البلاسنتا او اللي المشيمه، وادي الامبيليكال كورد او الحبل السوري نازل منها. كل كلامي او تركيزي على الامبيليكال كورد. زي ما احنا شايفين برضو هنا بقى اثناء الحمل، هنا اثناء الايه الحمل او اثناء الولاده، عندنا هنا ادي الجدار بتاع الايه اليوترس زي ما احنا شايفين، وهنا ادي الجنين اهو، وهنا ادي الامبيليكال كورد، وادي البلاسنتا. طبعا هنا الجنين بيبقى زي ما قلنا بيبقى محاوط بالامونيون والكوريون، وبيبقى محاوط بكيسه ميه اللي هي بتاعه الامونيون. وقلنا ساعتها ان كل الكلام ده المفروض انه اثناء الولاده طبعا الامونيوم بيبدا ان هو يفتح ويطلع السائل اللي هو الموجود فيه اللي هو الامونيوتيك فلويد، ويبدا ان هو ينزل السائل الموجود فيه في السيرفايكال كانال ثم في الايه الفاجينا، عشان يبدا ان هو يعمل ممكن نقول تطهير للمخرج بتاع الجنين. خلاص كده طبعا المنظر طبعا ده الولاده الايه اللي هو الطبيعي، يعني الولاده الطبيعي. طبعا لما نيجي نشوف ادي البلاسنتا برضه، ادي الامبيليكال كورد، تعالى نشوف كده المراحل. هنبدا طبعا زي ما احنا شايفين الجنين بيبدا طبعا الراس بتطلع الاول، واخد بالك طبعا طالعه من الفاجينا. طبعا زي ما احنا شايفين انت عندك فتحه الفاجينا قدام وفتحه الايه الانس. خلاص طبعا الجنين هيبدا ان هو يطلع من الايه من الايه الفاجينا زي ما احنا شايفين، وادي الامبيليكال كورد. خلي بالك انا بطلع الجنين الاول زي ما احنا شايفين كده، ايه اللي حصل؟ انا طلعت الجنين وقطعت الايه، وقطعت من عند الامبيليكس، قطعت من عند السره، وسبت مين؟ سبت الامبيليكال كورد وسبت البلاسنتا زي ما هم جوه. خلاص فانا لازم اتاكد وانا بقطع انه ما فيش جزء من الميد جات لوب، ما فيش حاجه اسمها امبيلي، ما فيش ايه امبيليكال هيرنيا، ما فيش ميد جات لوب او ما فيش جزء من الانتستين موجود داخل الامبيليكال كورد. خلاص كده لازم كل ده يبقى موجود عند الجنين واقطع. طيب بعد كده برضو طبعا لازم تتخلص من الامبيليكال كورد وبلاسنتا زي ما احنا شايفين كده اهو، واخد بالك البلاسنتا والممبرينز والاغشيه والامبيليكال كورد لازم ان انا ايه اتخلص منهم. خلاص انا كده يعتبر خلصت معاك الايه الامبيليكال كورد. طبعا من ضمن المشاكل زي ما قلنا المتعلقه بالامبيليكال كورد هي مساله الامبيليكال هيرني، او ان يبقى في جزء من الميد جات يبقى موجود داخل الامبيليكاس، داخل الامبيليكال كورد. برضو في عندنا جزء تاني اللي هو مساله النوت، في عندك حاجه اسمها عقد كده، تبص تلاقي في حته من الامبيليكال كورد عملت عقده كده. خلاص كده والنوت ديت في طبعا منها الترو في منها الفولس. الترو دي اللي هي ممكن تسبب، طبعا انت عارف انه الامبيليكال كورد بيمشي فيه امبيليكال فيزلز، ماشي فيه الاوعيه الدمويه اللي بتنقل الاكسجين والكربون ديوكسيد من الام للجنين والعكس والكلام ده، صح الكلام؟ فانا لو قمت جاي هنا عامل حاجه اسمها ترونوت، عامل عقده بحيث ان انا قمت جاي مانع الامداد الدموي او تحرك الدم من والى الايه الجنين، في الحاله ديت هيحصل حاجه اسمها سيفير انوكسيا، نقص شديد للاكسجين اللي بيبدا ان هو يوصل للاورجانز والتيشوس الخاصه بالجنين. يحدث هناك سيفير انوكسيا يعني نقص في الاكسجين اللي بيوصل للانسجه بتاعه الجنين والاعضاء بتاعه الجنين، ودي برضه من المشاكل اللي ممكن تكون مرتبطه بالامبيليكال كورد اللي هي مساله الترونوت. وبمناسبه برضه انت عندك الامبيليكال كورد ده طوله كده يعني هو المفروض نص متر 50 سنتي ل 60 سنتي، ما ينفعش يبقى طويل قوي، لو طويل قوي ممكن يبقى في فرصه ان هو يلف حوالين الجنين، واخد بالك يخنق الجنين، ولو هو قصير قوي ممكن ان هو ينفصل عن البلاسنتا، ينفصل عن المشيمه زي ما يكون حبله صارت عمال تشد وتشد، واخد بالك، فممكن ينفصل عن البلاسنتا. في برضه حاجتين كمان من الانوماليز بتاعت البلاسنتا، هو مكان الاتاتشمنت بتاع الامبيليكال كورد بالبلاسنتا. يعني زي ما احنا شايفين كده ادي الامبيليكال كورد اهو، وادي البلاسنتا والمشيمه، تلاقي الامبيليكال كورد جاي يمسك من عند الاطراف بتاعت البلاسنتا، فالحاله دي نسميها باتل دور بلاسنتا، باتل دور. خلاص كده. وفي الحاله الثانيه اللي هي تلاقي الامبيليكال كورد ماسك في الايه، في مش ماسك في البلاسنتا نفسها، لا ماسك في الاغشيه، في الغشاء بتاع البلاسنتا، الحاله دي نسميها فيلامنتوس، بلاسنتا فيلامنتوس. يبقى في عندنا حالتين كده برضو مشاكل بالنسبه للامبيليكال كورد او انوماليز بالنسبه للامبيليكال كورد. المفروض الطبيعي الامبيليكال كورد ينزل في النص كده، يمسك في البلاسنتا او المشيمه في النص، كونه انه يجي عند الاطراف دي نسميها باتل دور اوف ذا بلاسنتا، كونه انه يسيب البلاسنتا خالص ويمسك في الممبرين ده نسميه فيلامنتوس بلاسنتا. نكمل كلامنا في الفيديو ده.